بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحييكم تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما تحية نضالية للأحرار والحرائر، الشرفاء والشريفات في هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى الكويرة. ونحيي جميع الفاعلين السياسيين والفاعلات السياسيات والفاعلين النقابيين والفاعلات النقابيات الذين فعلا يناصرون المظلومين والمغبونين ويدعمون شيوخهم، شيوخ التربية والتعليم، الذين تعسف في حقهم الجميع، وهم جميع المعلمين السابقين، قدماء المحاربين، لي زونسيان كومباتون، لي فري ميليتون، الذين تقاعدوا تصاعديا من 2003، 2004، 2005 إلى غاية 2012، يعني جميع الأفواج من 2003 إلى قبل 2012. ودائما أركز على المركز والمحور ديال المظلومية اللي هم أفواج 2003، 2004، 2005، لأن لدينا ما يفيد. هذه هي لا باز، سونتر دو جرافيتي ديال المظلومية. التي تم تحريفها وإعطاء مغالطات ومعطيات يعني مغشوشة وغير صحيحة وزائفة من أجل الاستحواذ على هذه المظلومية وتضليل الجميع، تضليل الجميع من أجل فقط ترقية المنتسبين إليهم ومن كانوا في صفوفهم. والحل اللي جابيه هذاك المرسوم والطريقة التي تم تبني الملف بها والطريقة التي تم الاعتراف على أساسها، تم الاعتراف بالمظلومية، لا خير دليل، لا خير دليل. اليوم يعني في ظل يعني الاستمرارية والديمومة ولا كونتينيتي في التعريف وفي استجلاء الحقائق، و أيضا من أجل يعني إعطاء وكشف جميع المغالطات وجميع الخروقات التي شابت هذا الملف الذي نسبوه ظلما وجورا لفئات ليست هي الفئة يعني المعنية الأساسية بملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظام، لأن الفئة الأساسية هي التي تم إقساؤها. وقد أشرنا سابقا إلى هذه الفئة التي كانت يعني قد تقاعدت من 2003، 2004، 2005، وكانت قد استفادت من المادة 112 التي أدرجت في المرسوم ديال جوج صفر جوج 854 اللي هو النظام الأساسي ديال 2003، وتم اعتمادها مباشرة يعني منذ 2003، منذ صدور المرسوم ديال النظام الأساسي ديال 2003. هذا يؤكد ويقطع الشك باليقين بأن هاد المعلمين السابقين اللي طلبوا بالسابع والثامن اللي استفادوا من هاد الأوائل اللي استافدوا من المادة 112 وما ترقوش
هم الأصل، وهم الأصل ديال هذه المظلومية، هم اللي تضروا فعلا وكانوا جد 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 متضررين من النظام الأساسي ديال 2003. وإلا لماذا يستفيدون استثنائيا بترخيص استثنائي من 2003 إلى قبل 2007؟ لماذا؟ لأنهم كانوا الفئة الجد المتضررة، لأن هؤلاء اللي هم الآن لا زالوا، واللي هما اللي كانوا في هذيك اللجان التقنية والموضوعاتية، واللي الذين كانوا يحاورون باسم النقابات الأكثر تمثيلية، وبأنها تمثل الشغيلة التعليمية، وبأنها مؤتمنة على الحقوق ديال الشغيلة التعليمية، هي اللي جاءت بهذاك المرسوم ديال جوج 19500، هي التي جاءت بهذاك المرسوم ديال جوج 0854، النظام الأساسي 2003، التي يسميه الجامع اتفاق منتصف الليل، لأنه تم في الظلام وجاء أكثر حلكة وظلاما وتراجعية، خصوصا بالنسبة لأصحاب السلاليم الدنيا اللي توظفوا بالسابع وبالثامن. هذاك الشيء علاش عطاوهم هذيك المادة 112، هما الأولين استفادوا منها. وللأسف يعني كما قلنا، جاء هذا المرسوم جاء بتراجعات في المكتسبات بالجملة، وراشرنا إلى إلى التراجعات، يا يعني الترقي في الامتحان المهني من 4 انتقل إلى 6، والترقية بالاختيار انتقلت من 6 إلى 10، ولكن هذه الفئة 112 استثنائيا من 2003 إلى 2007 استفدت استثنائيا فقط من المادة 112، يعني الترقي في بست سنوات في السلم فقط، وأقدمي عامة يعني 15 سنة. إذا بما أن هي الأولى اللي اعتمد اللي يعني استفدت منذ الاعتماد الأول ديال هذه المادة، إذا وبما أنهم ما ترقوش وجمدت الترقية ديالهم، إذا هم الأصل كانوا خاصهم يترقوا، كانوا متضررين خاصهم يترقوا خصوصا استثنائيا، وداروا لهم كوطة اللعينة اللي جابوها حتى هي من التراجعات جابوها في 2003. ونزيدوكم تاني، نزيدو تاني التراجعات اللي جابوا تراجعوا في المكتسبات إلى آخره، وهم اللي جابوا واحد الحاجة، واحد البدعة، أصعب بدعة، وهي أن لو كور دو لونسينيومون، يعني جسم التعليم، ولا شتو ليه الشمل، ولا تيتكون من تقريبا 33 فئة، ما عمرهم يتجمع ليهم الشمل هادو، مقابل ماذا؟ مقابل انفراج، لأن كان قبل من 2003 يعني المسار المهني محدود، لا يتعدى بالنسبة للإعدادي السلم العاشر، فمن يجاو جاو بالامتياز ديال السلم الترقي للسلم الحادي عشر، لذلك يعني تنازلوا على بزاف ديال الحوايج، وهذه التراجعات وهذه التنازلات اللي قدموها قدمونا احنا قربانا لهذا النظام الاساسي ديال 2003. داك الشيء علاش يقول لك ضحايا النظام 2003، وحنا الاولين استفدنا من الماده 112 عفوا، ورغم ذلك جابوا هما كانوا تياخذوا لنا يعني المناصب الماليه ديالنا، لانها يعني المناصب الماليه ديالهم كانت منصب مالي واحد ترقي الى 11 تساوي اكثر من 4 ديال المرات ترقي من السلم التاسع الى السلم الا السلم من التاسع الى العاشر، وكانوا تيجيبوا لنا هادو اللي الان داروهم ضحايا، كانوا تيجوا وتياخذوا منا الترقيه يعني بالاقدميه العامه، رغم اننا تنكون اقدم منهم ومقيدين قبل منهم باكثر من 3 سنوات او 4 سنوات، وجاو وخداو منا الترقيه ديالنا. وللاسف الشديد كاين اللي جا من بعدنا من بعد 7 سنوات ولا 8 سنوات، حنا تقيدنا في 2003 وهو ما تقيد حتى 2010 ولا 2011، وصدق مدروج في المرسوم واستفاد. انا في الفيديو السابق ركز لكم على هذوك اللي قلنا لك داز ب6 سنوات، هذاك راه غير بالنسبه اللي استفاد وترقى، ترقى من المرسوم، استفاد من المرسوم، دخل في المرسوم وترقى، ترقى هذاك ترقى،
يعني داز اكثر من 4 مرات، كان متقاعد، كان يعني مؤقت، داز للسابع، ترسم في السابع، وداز للثامن، وداز للتاسع، وداز للثامن، وداز للتاسع، دار 6 سنوات فقط وداز العاشر، كان في المرسوم، عطاه 4 سنوات اعتبارية، استفد من هذاك المرسوم. بعد 6 سنوات، يلا 6 سنوات باش داز التاسع، بعد 6 سنوات دخلوه للعاشر، دخل العاشر، نعم. من بعد كان في المرسوم، عطاه 6 سنوات 4 سنوات باش كملوا ليه، ما كانش مكمل، ودوزوه مباشرة إلى السلم 11، و حينوا ليه الوضعية الإدارية ديالو، ودارت مراجعة ديال الترقية ديالو بناء على الوضعية الإدارية الجديدة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وخد المستحقات وبقى تينعم أبيغيتيتي، تينعم ب 4000 درهم كزيادة في المعاش، 4000 درهم اللي تزادتو، وهادو اللي واللي كانوا عندهم الحق وقصوهم، وقصوهم وهم اللي خداو منهم الترقي ديالهم والمناصب المالية ديالهم، وكانوا مقيدين ومستوفين جميع الشروط النظامية قبل ما يتقاعدوا، واللوائح صادرة منذ 3 سنوات قبل ما يخرجوا، وملؤوا يعني يعني لي ليست ديال المتقاعدين في 2006 باش يدوزوهم، ورغم ذلك جمدوا لهم الترقية ديالهم بناء على ماذا؟ قال لك السيولة المالية والكوطة، الكوطة شكون اللي داروها؟ طبقوها علينا حنا وعطاوها لهذا بأن الأقدمية العامة اللي دايز أكثر من 4 المرات، وعطاوه الأقدمية العامة المنصب المالي ديالنا، وبعد 6 سنوات يعني ابتداء من 2012 بداو تيرقوا فيهم خارج القانون. كما قلت لكم زادوهم هما 4000 درهم، في حين هادو اللي قسوهم أغلبية ديالهم ما تتفوقش المعاش ديالهم، كاين اللي ما يتعداش 2500 درهم، وكاين 2000 درهم، والأرملة 1200 درهم، إذا حجم ناقص. غير الزيادة اللي زادوه يعني الدوبل ديال المعاش ديال هذوك اللي قساو، اللي عنده الحق وخارج في اللوائح ومقيد في جدول الترقي، وعنده رابطة وظيفية مع الوزارة، ومع الوظيفة العمومية قبل ما يتقاعد، وكل شيء موصول، واللوائح صادرة إلى آخره. وهذا اللي جا اللي خدا الدوبل ديالو، غير الزيادة، غير كزيادة، الزيادة 4000 درهم يعني، وكاين اللي كثر الدوبل ديالو او اكثر، وغا سرق هذاك اليوم، سرق لينا الاعتماد المالي ديالنا في 2003 2004 2005 ومن بعد، وايضا يعني سرق هذاك اليوم لانها مسروق، ولكن بالموافقه ديال الجميع، بالاتفاق ديال الجميع، اتفاق ديال الجميع، نقابات مصالح اداريه واللي ابروفاها السيد الوزير المحترم بصفته المسؤول السياسي والمؤتمن على المال العام اللي ولاو غتيبرزعوا فيه، جاو وعطوهم تاني يوم قبل ما مستوفينش الشروط، عندهم غير 6 سنوات فقط، دخلوهم وعطوهم سنوات اعتبارية 4 سنين باش يلاه يوصل واللي عنده الحق باش يتقيد، باش يوصل 10 سنوات اللي تتسمح ليه باش يتقيد في جداول الترقي، وعطوه يوم قبل، ما كانش خدام فيه، لا يشتغل، ما عندوش شتي علاقة نهائيا، ما عندوش رابطة وظيفية مع وزارة التربية الوطنية ولا مع التعليم، كان محذوف من الأسلاك ديال الوزارة ديال الوظيفة العمومية، ما عرفش أنا كيفاش وزير المالية يعني اعتمد يعني وافق، ورئيس الحكومة هو وقع، ويوم طافقوا بأنه راه ما خدامش، كانش خدام، ووافقوا عليه ودوزوه بناء على ذاك اليوم اللي كان ما خدامش، ودوزوهم 5 مرات، في حين ان حتى الترقيه بالاختيار تقول لك في حدود 3 مرات، خلال بزاف ديال الخلاف يعني الخروقات والتجاوزات، يا على عينك يا من عندي، على عينك يا من عندي، وما كاينش له حرك ساكن، لانهم كانوا مراهنين للناس اللي قسوهم بانهم الاغلبيه راهم كبروا في السن، مرضوا، داروا النواشه، حتى واحد ما بقى يقدر يهضر، وما كاينش اللي غيقدر ينتبه لهاد الثغرات، خاصو يكون حريفي ويكون نبيه باش يكون ثعلب بحال
آباء ثعلبة، لأن من فيوصلوا الفلوس تذوب الأخلاق، تذوب، تيعطلوا داك الهرمون ديال الأخلاق، تيولوا يشوفوها الأنانية المفرطة وتيشوفوها أنا وبعض الطوفان. هنا هضرنا على اللي ترقى بست سنوات، كان عندها ست سنوات وداز بست سنوات داز من التاسع للعاشر، وبست سنوات داز من العاشر ل 11، في حين حنايا مستوفين الشروط، مقيدين في جداول الترقي، الأسماء ديالنا صادرة ديال الترقي من السلم التاسع إلى السلم العاشر. تعطلت الترقيات ديالنا، درنا 14 سنة باش نترقاو من سلم إلى سلم. المسار ديال المهني ديالنا كان محدود، يعني ترقينا مرة واحدة خلال مسيرنا المهني، ورغم ذلك جاو دوزو هادو بيوم قبل ما كانوش خدامين فيه، ما تيشتغلوش في الوقت اللي هما تيشهروا القانون اللي ولاو تيطبقوه ظلما وجورا، وفي واحد ازدواجية ديال الخطاب وفي تناقض مع انفسهم ومع هذاك القانون اللي تيخرجوه اللي تيطبقوه على الانسان، على هاد المضربين، كل واحد يضرب، رغم ان الاضراب حق دستوري ومشروع، يعني تيقولوا ليه الاجر مقابل العمل، وهادو ما خدامينش ورقوهم وخلصوهم، ما خدامينش وخلصتوهم. والسيد الوزير المحترم والسيد الوزير المالية المحترم اللي كنتي تقول باننا ما كاينش ترقية باثر رجعي، هادو راه باثر رجعي لمدة 8 سنوات ودرتو ليهم يوم قبل، خلصتيهم في يوم ما كانوش خدامين فيه، وبناء على ذاك اليوم درتو ليهم قرار ديال الترقي، اريتي ديال لافونسمون دو غراد، دوزيام غراد، بريمير غراد، ودرتو ليهم مراجعة في ودفعتهم للسي ام ار، سي ام ار، نتوما حيت قلتو كاين غيوم والباقي غادي يدير، صافي غديروا تعطوهم غيوم وديروا لهم لاريتي ودفعوهم للصندوق المغربي للتقاعد، هذاك راه المال العام وانتم مؤتمنين، ومساله كيستيون دو برينسيب، تقول الاجر مقابل العمل، خاص الاجر يكون مقابل العمل، ماشي وحدين تيديروا غير الاضراب وتقتات عليهم، وواحدين ما كانوش خدامين وتردهم خدامين، عالم افتراضي، ديرهم في عالم الافتراضي بانهم خدامين وتخلصهم من المال العام، وتزيد تاني ترقيهم بناء على ذاك النهار اللي ما كانوش خدامين فيه. وواحدين اخرين تقول لي ما خاص تكون مزاول باش ترقى، رغم اننا كنا مستوفين ولاوعي خارجه وكل شيء الهم كاين وكلنا في رزقنا، هادو النيت اللي درتي لهم هاد الهم هما اللي داو منا المناصب الماليه ديالنا في 2003 2004 2005، وجاو من بعد 3 سنين، بعد 6 سنين ودوزتيهم. هادو بالنسبه اللي ترقى. غنزيدو تاني نشوفوا الحيف، وبان هاد الفئه راه ماشي هي الاساسيه، نزيد تاني نوضح ونديمونتري. وكاين سيدي اللي استفد من هذاك المرسوم ديال جوج 19504، لانه كان داخل في الاحاله على التقاعد ابتداء من 1/1/2012، اللي قلنا ما كانوش مستوفين للشهور، ما كانوش داخلين في مقتضيات المرسوم ديال جوج 19504، وانا غادي نقولوا علاش، لانهم ما داخلينش في تاريخ المفعول المالي والاداري ديال 1/1/2016، اللي داخلين متقاعدين تيدوزهم ابتداء من فاتح يناير من سنة التقاعد. شوف انه داخل في المرسوم، اللي ما داخلش في المرسوم جاو تحايلوا على القانون، عطوهم يوم قبل. اين هو الاجر مقابل العمل؟ تنهضر مع السيد الوزير المحترم السيد امزازي والسيد المحترم السيد وزير الماليه، اللي كان تيقول ما غادي ندوش باثر رجعي، وليت مدوز باثر رجعي ومخلص الناس في يوم ما كانوش خدامين، في حين الناس اللي غير تيديروا الاضراب تتقتاتعوا عليهم. نزيدو تاني ونورو يعني الحده ديال يعني الفالسيفيكاسيون ديال هذا الملف وديال التضليل في هذا الملف. تنعرفوا بان يعني مثلا السنه ديال الترقي بالاختيار ديال 2010 مثلا، راه ما تخرج حتى 2011 اللي تيعمروها، سنه ديال الاختيار تتعمر حتى السنه اللي بعدها،
يعني سنة 2010 اللي عمرو بالاختيار ما خرجت ل 2011. 2011 خرجت اللوائح كي اللي يلاه ترقاو السلم ال11، السلم العاشر. يلاه ترقاو السلم العاشر وغير بست سنوات بالمادة 112 ترخيص استثنائي الثاني اللي كان من 2007 لغاية 2012، وداروا مراجعة ثاني من 2007، من 2007 حتى 2012 ترخيص استثنائي الثاني الترقية بالمادة 112 استثنائيا، وداروا لهم واحد المراجعة من 2007 حتى 2010. كاين اللي الترقية ديالو 2010 ما خرجت اللوائح حتى 2011، 2011 يلا خرجت اللوائح، 2012 تقاعد وصدق مستفاد من هذا المرسوم ديال 19500 وربع. ما ترقاش. علاش؟ لان ما ترقاش لانه ما استوفاش الشرط النظامي، ما وصلش 10 سنوات، ولكن وراه استافد، استافد من المرسوم ديال جوج 19500 وربعة. نقول لكم كيفاش. انه بما انه واخا عنده غا سنه ولا سنتين في السلم العاشر، يلاه يلاه هذا راه ماشي حديث، حديث العهد في الترقي، هذا راه سنين الحليب ديال الترقي، باقي السنين ما بنعوضهمش، يلا ليه سنة أو سنتين باش ترقى للسلم العاشر، يلا عنده فيه سنة أو سنتين يلا ترقى، باقي سنين الحليم سنين وسنيه باقي ما ناضوش، وفي 2012 تقاعد ولا مستافد من مرسوم جوج 19504 وحي واستافد من السنوات الاعتبارية 4 سنين ولا 3 سنين، وتحينت ليه الوضعية الإدارية ديالو واخا عنده غير سنة واحدة في العاشرة. اللي بلوكاه أنه ولات مثلا عنده سنة، كانت عنده سنة ولات عنده 5 سنين، ولا اللي كانت عنده سنتين ديز في 2010 قاعد في 2012 ولات عنده يلا سنتين في السلم العاشر، سنين الحليب والسنين الحليب وربما كاع السنين باقي تيحبو، باقي كاع ما نوضت السنين ديال الحليب. ولا وراه دينو ضحية ديال المرسوم ديال 2003، يلا سنتين باش ترقى ولا سنة باش ترقى إلى السلم العاشر، ودخلوه في المرسوم ولا قال لك هو ضحية من ضحايا النظامين، رغم أن المرسوم راه خرج في 2019 ونزلوا ليه في 2012، نزلوا ب 8 سنين، نزلوا ولا 7 سنين، نزلوا في 2012 ويلا باقي سنين الحليب ولا سنين الحليب باقي ما نوضهمش، يلا عنده عام ولا عامين في السلم العاشر ولاو عاطينو سنوات الاعتباريه واستافد المرسوم جوج 19504 وتحينت الوضعيه ديالو الاداريه. والناس اللي مقيدين، والناس اللي مقيدين من 2003 2004 2005 بالماده 112 طبقوا فيهم الحصيل السنوي، رغم انهم كانوا مقيدين ومسوين الشروط ديال التقاعد والاسماء ديالهم وارده في اللوائح، قال لك طبقوا فيهم الحصيل السنوي، هذا الشيء راه داروا لهم كل شيء ونجنبوهم الحصيل السنوي ودوزوهم اوتوماتيكيا وردوهم هما الفئه الاولى، هما الاولين يستافدوا، وخلاو المزاولين تيتسابقوا تيداروا على العتاب تيتباراوا على العتاب، اللي كانوا هما الاصل ولاو هما الفئه الثانيه، هما اللي تيتباراوا لا شاط لهم شي حاجه وسير جري طوالك. يلا نشوفوا شكون درك الانسان قال لك الاقل بالاقل، لما كاينش الحل اللي داروه ما فيه لا موضوعيه لا منطق، ما يقبلوش العقل. ولكن لماذا؟ لانهم هما كانوا داروا اللجنه وجاو وهذيك النقابه كانت تبنت ليهم المين، وراه ما تتبناش لله في الله، واحد يلاه دايز بعامين ولا عام باش يلاه دايز العاشر ودخلوه ولا شادين ليه المظلوميه وقال لك بانه راه هو اللي صاحب الحق، ولا دايز ب6 سنين، يلاه 6 سنين باش داز ولا 5 سنين، وكاين اللي ولا داخل يلاه ليه عام ولا عامين في السلم العاشر، يلاه كي داز، يلاه كي داز في 2011 2012 ولا قال لك ضحيه، الناس اللي سابقينه ب 700 ألف سنه ما عقلوش عليها، ضربوا ذاك الميل وعطاوه معطيات خاطئة مضللة وبنوا على التضليل، تضليل بالنسبة للكل، لا رئيس الحكومة عطاو التضليل، وزير الحكومة الوزير ديال التربية والتعليم عطاو التضليل،
وزير المالية عطاو التضليل وخلوهم تيعطوا يعني حقوق لفئة على حساب فئة أخرى. والفئة الأساسية ديال المظلومية، البوان دو جرافيتي ديال المظلومية، واللوائح كانت صادرة ديال المتقاعدين قبل 2012 2011، كانت قبل، ولاو مضيعيننا حنا مدوزينهم، دوزوهم على حسابنا. وجاو هما كان دايرين اللجنة، وجاو في 2014 ودخلوا واحد تما فين كان الهدف ديالو هو تكسير باش يشتت الشمل ديال هذيك اللجنة، ولات لجنة ولات مزاولين، جمعية شي مزاولين وشي متقاعدين، واعتمدوا علاش؟ اعتمدوا على اللي باقيين خدامين متقاعدين، استغلوا اللي باقيين خدامين، ولاو هما اللي مستافدين احسن الاخرين اللي مزاولين. يعني وصل العتابة، هي ديك ما وصلت العتابة يمشي يتسنى. هنا تنشوفوا واش نشوفوا، تنشوفوا الظلم والتزوير والهم الكحل، جايين دابا كاين اللي يلاه بداو تيبانوا دابا وتيخرجوا، يلاه بداو تيديروا يعني الحنين الى القيادات ديالهم، يجيبوها يحطوها باش يسمع، كاين ربما يجيبوا العطف ديال الناس باش يلمعوا الصورة ديالهم ديال الاحزاب ديالهم. هاد الاحزاب هي اللي تعاقبت علينا منذ 60 سنة، هي اللي وصلتنا لهادشي اللي احنا فيه، هي اللي كانت تظلم خصوصا المتقاعدين، ظلموهم، هادو هما اللي ظلموهم، هما اللي ظلموهم. نفس الوجوه يلا بدات تتبان. الغريب في الامر ان شي وحدين اللي كل شيء هما اللي جابوا الحزب ديالهم يعني هرسوه الماكسيموم، كل شيء ينقوتوه، وجايين ورادينه وعاطينه تاني التزكية مطلقة، ما جيتي باش يمارس لك زعما كاين المعارضة، هادو ما يمارس داك تخرج لنا، هادو عارفين داك ديال تخرج العينين والغوات بزاف وهداك الشيء، تيبداو يهرفوا على بنادم ويبداو. إذا في فيديو آخر اللي غادي نهضروا على هادشي ديال الانتخابات وعلى هادشي ديال العزوف إلى آخره، لأن راه كنت قلت أنا في واحد 4 شهور 6 هضرت على أن ما خص الإنسان يكون بالعزوف، خاص تكون المشاركة مكثفة في الانتخابات باش من أجل التغيير، لأن العزوف هو اللي تيخلي يعني نفس الوجوه، ويعني هي اللي تسود، اللي كانت تسود هي اللي تسود، رغم انها تقدر تبدل الادوار، ولكن نفس الوجوه هي اللي تبقى، والمشهد السياسي تبقى هو هو ولا يتغير. اذا قدروا في واحد في فيديو يعني مقبل غنهضروا بالتفصيل على الهم والتخربيق اللي تيديروا، ما يديروش معانا احنا، ربما راه فهمتوا الامور. اذا من هنا تنستنتجو وتنوجه الكلمة ديالي للسيد وزير التربية الوطنية المحترم، وفعلا راه كان يعني صريح وحقاني كما تنقول مع هذوك، بلا ما نقولوا يعني اللي غلطوه وعطوه يعني معلومات زائفة ومغلوطة في الوقت اللي هو جمعوه طووه معانا حنا، وتيدوزو واحد يلاه 2011 اللي داز الديس ولاو مدخلينه هو، قال لك لي صاحب الحق واش ما تتحشموش ما تتمرقوش، تاكلوا الناس في عراق ديالهم، اصحاب المعاشات الهشة والضعيفة ضعاف ومراد مساكن كي اللي تشد 2500 درهم وباقي كاري وعنده تحاليل تدير لي اكثر من 2500 درهم في الشهر، ويجي تعطي طور زقوق لوحدين اخرين، والله العظيم ما غتخرجوا من هذه الدنيا بخير. اعتبروا من الاولين القيادات الاولين اللي كانوا يكذبوا على المغاربه باش تلاو، يلا جيتوا بديتوا تلمعوا في الصوره ديالكم وتقولوا لينا حنايا الاحزاب، من الاحزاب هذه الاحزاب هي اللي جابت لينا هذا الهم الكحل، هي هما اللي كانوا في المشهد، اش عطاونا هما اللي في المشهد، نفس الوجوه
اش غادي يعطونا، هضروا مستقبلا في هذا الشيء ان خصنا الجديد دينارات كثيرة. اذا نحييكم من هذا المنبر و نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يصل هذا الفيديو الى السيد الوزير المحترم، وباش يعيد النظر في هذه المظلومية، لان من تيقول لك ضحية، ضحية جنوا عليه، اذا من يتجنى عليه اذا خصو الانصاف وخصو جبر الضرر ورد الاعتبار. ولكن الفئة الاساسية راح قلناها هم ضحايا المادة 112 اللي كانوا متواجدين في من 2003 الى 2005، الافواج 2003 2004 2005، واللوائح ديالهم صادره بالترقي من السلم التاسع للسلم العاشر، وجمدوا لهم الترقيات ديالهم، في حين هادو اللي خذوا منهم المناصب ديالهم خلال 6 سنوات اصبحوا يعني ضحايا النظامين. وكاين اللي داز خرجت اللوائح ديالو مترقي للسلم العاشر في 2011، بعد سنه ولا هو مستافد كانه يعني ضحيه من ضحايا النظامين، والغاو الاصل. شليه بيا الكبار، شليه بيا نتوما، تان تفرغ ليكم غادي نخرج معاكم ديريكت، غنخرج ليكم حق الله العظيم النهار اللي غادي نخرج ليكم. باقي دركا كاينين شي ظروف ما بغيتش نخرج ديريكت، نتسناو شي اخبار ان شاء الله تكون بخير ومن بعد اللي نشوفو. اما العداله والقضاء غنمرمدوكم فيه ورابحينكم مليون في المية، مليون في المية رابحينكم، ونجبدوا عليكم الحل ان هذوك الناس اللي داروا الاضراب اقتطعتوا ليهم، تما خصكم تردوا ليهم فلوسهم لانكم دوزتوا وحدين واللي ما كانوش خدامين. اذا فينا اين هو القانون ديال الاجر مقابل العمل؟ حلال عليكم حرام علينا. ديك تقولوا القانون فيه المساواة في الحقوق والواجبات، والدستور تيقول لك الحقوق والواجبات، واش تناكم خالفتوا انتم القانون؟ طبقوا القانون، الاجر مقابل العمل. بدات تقتاتع لواحد مضرب، واحد جي ترقيه وتخلصوا من المال العام وديروا بانه خدام، هو كما كان خدام، وكاتبين هكاك خارجين بوجهكم حمرين، يولي يوم قبل اتفقنا على يوم قبل، اتفقنا اش اتفقتي ذكرى المال العام راك مؤتمن عليه باش تدبروا تدبيرا حسنا، وتسبق الناس اصحاب الحق هما الاولين، تسبق الناس اللي عند اللي تيتسالوا بعد اللي خارجين في اللوائح، اللي يجي يقلب على واحدين اخرين يعطيهم يوم قبل اللي ما كانوش خدامين فيه، تحيي لهم الوضعيه الاداريه ديالهم ودير لهم مراجعه ديال المستحقات. راه عيب هادشي، عيب. لو وصلتك هاد الفيديو وما تدخلتيش باش ترد الامور الى نصابها، باش نبقاو دائما ننظر لك كما نظرنا لك نهار اللي قريتي واقريتي رسميا بان فعلا كاينين 10200 متقاعد ومتقاعده من 2003 الى 2011، الوقت اللي هادو كانوا ضاربين بضمصه وبنكره تيقول لك ما عدناش شي حاجه قبل 2012، وبحال عنده خدام عنده في العزيب ديالو ولا الفيرما ديالو، ويجي تيقول لك المستضعفين، والمستضعفين هما اللي ما تدوزوش، هما اللي ما تخدموش عليهم. وهنا اللي من بعد في هذا ذاك غنهضروا، غنوجه الكلمه ديالي للمتقاعدين باش يعيدوا النظر في الناس اللي غادي ينتخبوهم، لاننا راه منذ 1997 كانوا تيلغونا من تكون الترقية، تيقول لك انت ميت ما تتسالش، ومن تجي انتخابات يلاه تتحيا واللي عندك الصوت ديالك عنده قيمة. اذا من هنا غندير واحد الفيديو باش غنتكلموا على هادشي. يلا تبارك الله عليكم، تشاو، نحييكم تحية ديال الرجال احرار والنساء الحرائر، ونحييهم دائما ونشد على ايديهم، الله يدير اللي فيها الخير.